اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده لبيت للكل. في البدايه امسي على الزملاء مساء الخير. منورين ومشرفينا وده امتداد زملائي كلهم امتداد للحدث التاريخي اللي موجود في مصر مع الشباب، الطاقه الحلوه اللي استمتعنا بيها على مدار هذا الاسبوع مع منتدى شباب العالم اللي اقيم في مصر وتحديدا في شرم الشيخ. شرم الشيخ كانت بتحتضن كل الطاقات الإيجابية، الأفكار، ورش التحضير، الجلسات، المناقشات، الحرية، الرؤية الجميلة للمستقبل وما بعد كورونا. كل هذه الأفكار كانت موجودة في منتدى شباب العالم اللي شرفوا بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من جاء خصيصا إلى هذا المنتدى، وأيضا كل الزعماء اللي جم ونورونا وشرفونا في شرم الشيخ. مصر ومن تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطو خطوات كبيرة وتسعى إلى إبهار العالم بمجالات عديدة ومنها مجالات التنمية والاهتمام أيضا بالشباب، ولاحظنا هذا الشيء من خلال المؤتمر الموجود بشرم الشيخ. وأيضا مشاهدين الملتقى العالمي للشباب في مصر والحاضنة الحقيقية في شرم الشيخ كانت النواة الحقيقية لانبعاث أفكار جديدة للشباب العالمي في طرح رؤى وأفكار جديدة بالنسبة للمجتمعات العربية وأيضاً العالم. فهذه النواة الحقيقية بسبب المتغيرات التي طرأت على البلدان بصورة عامة بسبب جائحة كورونا. كنا ننتظر هذا الملتقى، راح تكون هناك مخرجات مهمة بالنسبة للشباب في العالم. أكيد يا أحمد، وزي ما حكوا كل زملائي، مصر خلال السنوات الماضية أثبتت أنها قادرة أن تحارب الإرهاب والتخوين والتكفير وكل ما حاول إقصائها بيد، وأن تحمل سلاح التنمية والبناء باليد الأخرى منذ عام 2017 ومع انطلاق ملتقى شباب العالم الذي ضم أكثر من 196 دولة لتكون مصر أيضاً السند والحاضن الأساسي لهم. أيضاً ولدول الجوار كانت سنداً بعمق من خلال طرح الكثير من المحاور، أذكر منها من خلال فعاليات المنتدى مستقبل القارة الإفريقية، التحول الرقمي، التعليم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة وكل ما هدفه تحسين جودة الحياة في العالم وفي الوطن العربي وتوطين أفكار الشباب العربي ودعمهم واحتضانهم في مصر ومن مصر. تمام فعلا ياسمين زي ما قلتي، والأجمل كمان بأنه لما بنرجع بعد ما تابعنا مدار في هذا المنتدى الجميل في شرم الشيخ، كانت شرم الشيخ عروس، هي دائما عروس للسلام. المنتدى الحقيقة يعني كان عنده أفكار كتير، وأعتقد أنه نجح في تقديم هذه الأفكار بشكل جيد جدا. اولا الفكره الاولى هي تجمع الشباب العالم، الفكره الثانيه انه احنا نطرح في هذه المنصه الدوليه القضايا الخاصه بالتنميه، وان يتحاور الشباب في افكار وخاصه ما بعد جائحه كورونا، لان كورونا فرضت علينا اشياء ولكن استفدنا منها لاننا اصبحنا نفكر بشكل افضل واحسن لكل مجتمعاتنا في دولنا في العالم كاجمع. كلنا عارفين بأنه النسخ الثلاث في منتدى شباب العالم اعتمدتها اللجنة التنمية الاجتماعية الموجودة في الأمم المتحدة كمنصة دولية لقضايا الشباب، وده كان شيء الحقيقة جيد جدا. وبالتالي منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة كان يحمل شعارا جميلا Back Together، يعني نعود من جديد لنتحاور نتفاعل ونتكلم. وأعتقد كل ما تابعناه من خلال أفكار ومن خلال جلسات ومناقشات وأيضا قضايا فنية قضايا تنموية والأفكار اللطيفة والحوارات اللطيفة، أعتقد أن شباب العالم سيعود إلى بلاده وهو يتذكر شرم الشيخ بكل مدار فيها، ويشعر كمان بأنه حصل على طاقة إيجابية جديدة تعينه على ما نشعر به من جائحة كورونا، ولكنها ليست الآن حاجز بل هي دافع بأننا نتقدم للأفضل والأحسن. وفي هذا المنتدى تم افتتاح هذا المنتدى بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب العالم، نستمع لهذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. في مستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى
بين كل العالم، وخاصة في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا، وأن نشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف، وليس للإنسانية سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة، سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام. يشرفني وبحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الخير اجتمعنا، وبسم الله نبدأ ومن أجل المستقبل نعمل. شكرا. وللدورة الرابعة على التوالي يشارك الرئيس أبو مازن في منتدى الشباب العالم إلى جانب أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت المشاركة من فخامة الرئيس أبو مازن في هذا المؤتمر لإدراكه بأهمية دور الشباب، وهم وقود مسيرة النماء والازدهار في رفعة أوطانهم وتقدم شعوبهم، خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية الحاصلة وعلى كافة الأصعدة. وأيضا يهتم الرئيس أبو مازن بقطاع الشباب وبمنحه الاهتمام ويوفر له كافة السبل الممكنة لإثبات ذاته في مجالات الحياة المختلفة. هذا المنتدى يوفر نافذة للشباب العربي صاحب ملكة الإبداع في مختلف حقول الإبداع والعلوم الإنسانية، الباحث عن فرص لإثبات قدراته وذاته المهنية. جميل جدا أن نرى أن الدول العربية بالقادة والرؤساء وصانعي الرأي اليوم يرون أن أساس التنمية والتطور في كل البلدان هو وضع تمكين الشباب على خريطة التنفيذ، وهذا ما آمن به السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن على طوال الفترات الماضية وبمشاركته المستمرة في ملتقى شباب العالم، ليؤكد أيضا أن الشباب الفلسطيني هم أساس وعماد ورصيد الشعب الفلسطيني في طريقه لتحقيق الحرية وفي طريقه لتحقيق التنمية في بلده وكل محاولات الاستمرار رغم المحتل. لذلك دعونا نرى المشاركة الفلسطينية في ملتقى شباب العالم ماذا أضافت وكيف صورت. بداية يطيب لي أن أتقدم باسم فلسطين رئيسا وحكومة وشعبا بأحر التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بنجاح أعمال النسخة الرابعة من منتدى الشباب العالمي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، والذي شارك فيه فخامة رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس. وتأتي هذه المشاركة من قبل السيد الرئيس محمود عباس ومن قبل مجموعة من الشباب الفلسطيني مساهمة في هذا الحدث العالمي. أهمية هذه المشاركة تأتي باعتبار أن هذا الحدث وهذا المنتدى يشكل منصة دولية عالمية للحوار بين الشباب في كافة القضايا، ونحن في فلسطين أحرص ما نكون من للمشاركة في أعمال هذا المنتدى لنقل ليس فقط الرسالة الفلسطينية والرواية الفلسطينية، وإنما نقل رسالة أمتنا العربية التاريخية ذات الصبغة الحضارية. لذلك نحن في فلسطين شاركنا بفاعلية في أعمال هذا المنتدى منذ النسخة الأولى وحتى النسخة الرابعة لننقل للعالم بأننا شعب محب للسلام، شعب محب للحرية والعدالة، شعب على أتم الاستعداد أن يعيش بأمن وسلام كاملين جنبا إلى جنب مع شعوب ودول العالم. ونحن في الشعب الفلسطيني أحوج ما نكون إلى هذا الأمن وإلى هذه الحرية التي تشكل أساسا
متينا لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية. وأيضا هذه المشاركة من قبل السيد الرئيس تأتي حرصا منه على إنجاح أعمال هذا المنتدى، وهو الرئيس الوحيد الذي حرص منذ النسخة الأولى وحتى الرابعة أن يشارك وأن يحضر بفعالية على رأس وفد رفيع المستوى من القيادة الفلسطينية. لذلك نحن نتمنى كل النجاح والتوفيق لمصر الشقيقة الكبرى في إنجاز المزيد من أعمال هذا المنتدى حتى نحافظ عليه كإطار ليس إطار مصري وليس إطار عربي وليس إطار إقليمي فقط، وإنما هو إطار دولي. نجحت مصر ببهارة بامتياز لفتح هذه المنصة الدولية باعتراف الأمم المتحدة واعتراف دول العالم. لذلك مرة أخرى نشكر مصر الشقيقة الكبرى، نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم أعمال هذا المؤتمر وفتح هذه المنصة للشباب العالمي كي يتعارفوا ويتقاربوا ويكون بينهم حوار. الحوار هو اللغة الصحيحة، اللغة السليمة في هذا العصر، ليس بين الشباب فقط وإنما بين الشعوب وبين الأمم، بمعنى أننا في زمن لم يعد يقبل المزيد من الحروب والمزيد من الكوارث والمزيد من النكبات. ونحن كشعب فلسطيني نأمل أن نخرج من هذه الكوارث ومن هذه النكبات، من هذه الحالة الصعبة التي نمر بها إلى الحالة التي نعيش بها بكرامة وحرية على أرضنا وفي إطار دولتنا وتحت رايتنا علم دولة فلسطين. شكرا جزيلا وأتمنى لكم التوفيق. أوطاننا العربية على طول بتثبت إنها زاخرة بكل ما هو جميل وكل ما هو مبدع. مستمرين في ملتقى شباب العالم، ونتحدث هذه المرة عن الأردن ومشاركة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. فقد شارك أيضا في عام 2019 نيابة عن والده جلالة الملك، واستمرت مشاركته لهذا العام. الحقيقة وده كلام جميل جدا، هأخذكم كمان إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد له عدة مبادرات هامة طول الوقت، وده من خلال مؤسسة ولي العهد، من ضمنها مبادرة حقق التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب للوصول إلى أعلى مستويات الاحترافية في التعاون بشكل كبير، وده مهم جدا لأنه هذه المبادرات كمان بتقدم للشاب كده يعني الإحساس بأنه يقدر يحقق ما يتمناه من مشروعات، من أفكار، من أشياء يقدمها سواء في بلده مثلا في الأردن، أو هذه المبادرات أيضا من خلال ما تقدم في الأردن تنطلق إلى العالم. وكمان هناك مبادرة خاصة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء الأمريكية ناسا لمنح الشباب الأردني فرصة نادرة للتدريب في هذه الوكالة، حيث ألهمت هذه المبادرة أول فوج من المتدربين الأردنيين الشباب إلى تأسيس برنامج كيوب سات، الذي سيتم من خلاله العمل على تصميم وإطلاق أول قمر صناعي مصغر في المملكة يحمل اسم JY1 SAT، وذلك تخليدا لذكرى الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وأيضا من أهم المبادرات في هذا الملتقى العالمي، واحدة من أهم المبادرات سمع بلا حدود التي تهدف لزرع قوقعات للأطفال الذين يعانون من الصوم وتوفير التدريب والتأهيل الملائم للمستفيدين منها. هذه الأشياء هي بادرة خير بالنسبة للبلدان العربية وأيضا البلدان العالم، عندما نشاهد هذه المقترحات الجديدة والاطلاع الجديد والتطور الجديد خاصة في القضايا الطبية وخدمة من يعانون من قضية فقدان السمع أو النظر وكل هذه الأشياء. طيب اسمعوا لي بقى، انا يعني هعود معاكم لعام 2015 وحنشوف سمو ولي العهد ماذا قدم. ترأس الحقيقه سمو ولي العهد في عام 2015 جلسه مجلس الامن في الامم المتحده لمناقشه دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات ومكافحه الارهاب، والقى سموه فيها كلمه الاردن.
حيث كان سموه في هذا الوقت الأصغر سنا في تاريخ الأمم المتحدة الذي يترأس مجلس الأمن. وده اللي بيدينا إحساس النهاردة وجود سمو يعني ولي العهد في هذا المنتدى، هو وجود مكمل لكل المبادرات ومكمل لأنه يعني ينضم إلى الشباب من كل بلدان العالم. الحقيقة صحيح كان وجود رائع وجميل. صحيح يا شفكي، والأهم من ذلك أنه هو رسالة، يعني اليوم ملتقى شباب العالم كان يحمل رسالة مميزة، وهي أن اختلافنا أساس تميزنا، أساس البناء، أساس التنمية، أساس هذا التآلف في العالم الذي سيدعونا إلى الاستمرارية وإلى التفوق وإلى التميز. ومشاركة ولي العهد الأردني في شرم الشيخ هي رسالة بمشاركة الشباب العربي، تبادل الخبرات وسماع وجهات نظر الشباب في المستقبل القادرين على التغيير والأفضل في التغيير. خلونا نشوف هذا التقرير عن مشاركة الأردن في شرم الشيخ وفي ملتقى شباب العالم. بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، جاء افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. المشاركة الملكية في المنتدى تؤكد حرص سموه لحضور هذه الفعاليات الشبابية الدولية التي يشارك فيها عدد من الشباب الأردني. ويسعى المنتدى الذي يشارك فيه خبراء ومختصون ونحو 3000 شاب وشابة من مختلف دول العالم، بينهم 28 مشاركا من الأردن، للخروج بتوصيات وسياسات قابلة للتنفيذ تعكس طموحات الشباب من خلال منصة للحوار وأداة لتبادل الرؤى بين الشباب وصناع القرار في العالم بشرم الشيخ المصري. ويلتقي الشباب وصناع القرار والمفكرون والخبراء في المنتدى لتبادل الرؤى والأفكار حول محاور متنوعة تتعلق بتداعيات فيروس كورونا وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان وريادة الأعمال والتحول الرقمي والدراسة عن بعد ومستقبل الطاقة والعمل معا على تجاوز مختلف التحديات وإنهاء الأزمات الراهنة من أجل الإنسانية وإحلال السلام. وعرضت نماذج شبابية مؤثرة من مختلف دول العالم قصص نجاحها وأبرز التحديات التي تواجهها، كما استمع الحضور في حفل الافتتاح إلى رسائل متلفزة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمدير العام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورئيس مجموعة البنك الدولي. ويعد المنتدى حدثا سنويا عالميا تحت رعاية الرئيس المصري، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية، حيث تم استضافة أكثر من 15,000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم كمنصات دولية لمناقشة قضايا الشباب. مشاهدينا متواصلين، حقيقة الإبداع الخاص بالشباب العربي والعالمي في الملتقى العالمي للشباب. مصر الحاضنة للثقافة والأدب والإبداع، عندما يتلقى المسؤولون عن هذا الملتقى العالمي 500,000 طلب، هذا ناقوس إيجابي بالنسبة للشباب العالم بصورة عامة، بأن الشاب يفكر ويبتكر ويبدع وينفذ أحلامه من خلال هذا الملتقى العالمي، وإن شاء الله كل طموحات الشباب العالمي تنفذ من خلال سماع أصحاب القرار لمتطلباتهم الخاصة بهم وابتكاراتهم الخاصة وإبداعهم. خليني أقول لكم شغلة. قولي. يعني عم نحضر. قولي اللي أنت عايزة. الحين عم بقول. إيش تبين قولي؟ إحنا نسمع. إحكيلكم. قاعدين عم نحضر بهذا المنتدى والافتتاحية، ودخل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبح الحديث موجه من الروبوت، فإحنا خفنا على وظيفتنا يا جماعة الخير، يعني إحنا سنة سنتين ثلاث رح يجي روبوت يقدموا هذه المؤتمرات وهذه المنتديات والآخرين، دلالة على أنه مصر مواكبة التطور وتسبق التطور، والاستباقية من مصر للأمانة شيء جميل جدا. ولم يكن هذا فقط، كان هناك توزيع للكمامات والتعقيم من خلال الروبوتات وأيضا وجبات الطعام. سحرتني مصر للأمانة، دائما تسحرني، ولكن كان عضو بارز في المنتدى. هو عضو رئيس واحد هنا معنا. ممكن نحل المشكلة، الروبوت يصنعوا على شكلنا بيوم اللي نتعب ندزب إجازة. إحنا إجازة ولا رح يطلع يقدم عن الأربعة.
لا بالعكس، بس الروبوت ما بيعطي مشاعر. بس عارفه الفكره، الفكره كانت حلوه لايه، ودي المفاجاه وده اللي قدم في المنتدى انه صنع في مصر وبافكار شبابيه على الفكره. فاعتقد برضو دي كانت حاجه حلوه، وهي معلومه انا هلا عرفتها انه صنع في مصر، فانه قديش كمان حلو انه الروبوتات في نقطه مميزه كمان بمصر. الافتتاح كان مبهر طبعا، يعني بين مصر للعالم بطريقه جميله جدا، الكلمات، الخيال البصري، الابهار طبعًا. الموجود في الاخراج الغنى كان مميز، يعني الغنى كمان والكلمات في كان فيها كده حماس وكان فيها بحلم حاجات كتير حلوه. بحلم في دنيا ما فيش فيها كره وغل، والشمس بتطلع وتنور في قلوب الكل، كان جميلة جدا طبعا طبعا. يعني مستمرين معكم في هذه الحلقة عن الشباب وعن أهمية دور الشباب، وانطلقت من مصر أم الدنيا وكانت هي شمس التي أنارت للشباب وللعالم. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين معكم في بيت للكل، خليكم معنا ما تروحوا لمكان. نفتح لبكرة الجاي بيبان متجمعين، كفاية بس إن احنا نكون متجمعين. Soyez heureux dans ce monde. هنكملها ايامنا جايه لنا نستنى ليه، جاي اللي الدنيا بحالها وشباب الدنيا مالها، الفرحه دي هنكملها ايامنا جايه لنا نستنى ليه. Tous ensemble faisons la paix dans ce monde. Tous ensemble soyons heureux dans ce monde. Zimbabwe's border, you overdrive me. Within me there is a power.
dreams and change my fate. سقف طموحي السحاب. Make it made the sun shine. في لقائنا اليوم كده حالة الاستوديو كلها طاقة ممتدة من طاقة الشباب، أفكار وشباب الحقيقة يفرحوا وبيقدموا للمجتمع العربي والمجتمع العالمي مشروعات وأفكار تفيد الإنسانية وتفيد العالم في المجال العلمي. ضفنا في الفقرة التالية نموذج من هذه النماذج، هو شاب مصري والحقيقة هو دخل مسابقة بمشاركة 50 دولة وفاز بالجائزة الذهبية على المركز الأول وبعنوان ترونتو اي كان تيسس. مظبوط الكلام؟ مظبوط الكلام، مظبوط الكلام. وأيضا ضيفنا حاصل على لقب سبيشال اي كان وكمان لقب المخترع الصغير التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا شارك في عدد كبير من المسابقات الدولية والعالمية في مجال البحث العلمي وتأهل للمراحل النهائية في كل المسابقات. مثلا تأهل لنهائيات المسابقة الآسيوية في معرض العلوم والتكنولوجيا الآسيوية، وهي أكبر مسابقة علمية في قارة آسيا ومصنف منها كأفضل المشروعات. بعد كلامك في حقيقة مشاهدينا كنا تشوقنا بأن نتعرف على ضيفنا في حلقتنا اليوم من بيت الكل. حقيقة المخترعين والمبتكرين مصر هذا البلد الولاد بالمبدعين. اليوم ضيفنا صغير سنة كبير بعطاء. خلينا نرحب بأصغر مخترع وهو إسلام حمادة، ضيف في بيت الكل. نقول لك مساء الخير ومنورنا. الله، أنا سعيد جدا جدا بتواجدي معكم النهاردة في أكبر تعاون عربي إعلامي بيدعم كل الأفكار وكل الشباب العربي ويكون منصته للعالمية إن شاء الله. خلينا نتعرف صغر سنك، شنو اللي خلاك تروح أو تخوض في مجال صعب وهو البحث العلمي وهذه الأمور؟ هو في البداية ما كانش بحث علمي، على قد أن أنا كنت بحب البيئة، بحب أي حاجة حتى من أبحاث اللي كنت أشتغل فيها، أنا بحب أشتغل في حاجة تخدم البيئة، حاجة بقول ليه ما نعيش في مكان خالي من كل الانبعاثات الكربونية دي أو غير الكربونية أنواعها التانية، بيصرفوا أرقام غريبة استثمارات، بس الفكرة ان احنا لو صرفنا ربع الثمن ده او ربع الرقم ده على وطننا اللي هو الارض عموما هنخليه وطن اكبر، وطن احلى، وطن اكتر قابلية للعيش. بس احنا حاليا بنعيش في فترة الصناعات تغلغلت وخلت البيئة اهميتها قليلة جدا، فبالتالي احنا محتاجين نبص شوية الارض اكتر من احنا نبص على كواكب تانية برضه. اسلام يا اسلام، قديش احنا فخورين فيك وفخورين انك بهذا العمر يعني حققت هذا الانجاز المميز وهي الانجازات المتتاليه من كان عمرك 13 سنه لليوم، وبنستنى منك مستقبل مشرق وكبير. خلينا نرجع لموضوع الابحاث العلميه اللي قمت فيها، ومن ضمنها البحث العلمي الخاص بالطاقه البديله وكيف تقدر تحافظ على البيئه وتقلل وتتخلص من النقل البترولي. حدثنا عن هذا البحث اللي قمت فيه واللي تأهلت فيه لنهائيات العالمية في المسابقة. الفكرة عموما ان الفكرة اسمها إسلا. طب نبدأ بالاول نقول ليه إسلا. هو اول ما شخص فكر في الطاقة عموما بس بشكل فعلي وشكل تطبيقي اكتر هو نيكولا تسلا. نيكولا تسلا ده شخص عظيم جدا، ممكن احنا وهو كان عايش ما كانش بيقدر ينشر ابتكاراته بشكل كويس، بس بعد ما توفى قدرنا نعرف اهميه اللي هو عمله. من ضمنها كان الدي سي موتور، نظريه الطاقه الكهرومغناطيسيه. الطاقه الكهرومغناطيسيه ده كنز موجود، فانا من كتر حبي فيه تمام وحبي في ان انا عايز اطور الانظمه الموجوده عشان خاطر اخدم البيئه، فبالتالي قدرت اعمل دمج بين الاثنين ان انا عايز انشر النقل الاي فيز اللي هي السيارات الكهرباء عموما او النقل الكهربي عموما في الدول الناميه. ليه الدول الناميه؟ عشان الدول الناميه هي اللي محتاجه ده، مش الدول الكبرى، الدول الناميه هي اللي محتاجه نقل كهربي. ف
فبالتالي اشتغلت على الفكره من اكتر من زاويه ومن اكتر من مكان، وعلى مدار 7 سنين بقى تطورت. والفكره مش ان انا حققت انجاز او كسبت، انا عن نفسي ما بحتوش ان انا حققت اي انجاز لحد دلوقتي، لسه صغير لسه صغير ومسقط برضه، دخلت برضه لسه والعمر كله لك معين. الله يخليك. بس الفكره دلوقتي ان انا عايز اكمل لقدام، عايز اكمل اقول البيئه لا مش ده اللي هيخلي، بس لا عايز اوصل رساله دلوقتي ان لا البيئه احنا محتاجين نهتم بيها اكتر، مش من المشروع اسلا، المشروعات التانيه كتير. احنا شباب في الوطن العربي مش اقول في مصر، يعني انا اعرف ناس كتير من الوطن العربي عموما بنشتغل كلنا مع بعض في اكتر من مسابقه سواء في الوطن العربي او بره الوطن العربي. الفكره ان احنا عايزين نعمل حاجه نقول احنا موجودين، احنا كوطن عربي مش كمصر، احنا موجودين اي نعم في مصر ومنتدى شباب العالم في مصر وموجود في مصر، بس برضو احنا نقول احنا وطن عربي، هنفضل وطن عربي. فدلوقتي احنا بنقول بالنسبه لمصر بقى الشاطئ الاسكندريه مثلا على سبيل المثال، بيقول في تقارير بتقول بقى خلال 100 سنه هيضطر يختفي بسبب الانبعاثات الكربونيه دي. فالحل ايه؟ فلازم مصر يكون ليها زي ما في حاجه اسمها مؤتمر شباب العالم، لازم في حاجه تدعم مساهمه، لازم احنا نبدا، لازم احنا نقول احنا موجودين، احنا اللي هنتاذي بعدين بعد 50 سنه ولا حاجه ولا 60 سنه، لا يلا نبدا نطور النقل عشان خاطر النقل الكهربي هو من اكبر حلول مشاكل البيئيه، عشان خاطر النقل البترولي هو اكبر مصدر للانبعاثات الكربونيه. طيب مع المصانع ده هيخليني، يعني انت اكيد سعيد بحكايه المونوريل، مونوريل ده النقل الكهربائي اللي هينقل مصر نقله كبيره، يعني وهتبقوا انتوا الشباب اكتر ناس واجيال انتم وعائلاتكم، ويعني الاجيال اللي هتبقى مستفيده بيه. دايما بحس انه الاختراعات الجديده كلها بقت تروح للطاقه البديله، لانه كمان العالم كله بيبحث في الطاقه البديله. كان في تصريح كده لسيد وزير الكهرباء عن، يعني قال لك انه بقى في مصر حكايه النور المستدام، نور لعدم انقطاع الكهرباء بشكل كبير جدا لاستخدام الطاقه المتجدده زي الشمس وزي الهيدروجين وزي حاجات كتير جدا. فانت كمخترع صغير يعني شايف ان البلد بدات تعمل خطوات، وانت بقى كمان عايز تقدم خطوات مختلفه كمان. انا في البدايه لازم اقول ان الدوله المصريه بشكل خاص بدات تشتغل في النقطه بتاعه النقل او النقل الكهربي عموما، عشان خاطر هي بدات مؤخرا تمام ان هي تشتغل على مستوى النقل عموما مش النقل الكهربي بس. فبالتالي طورت طرق، طورت منظومات، طورت اجهزه، طورت حاجات كتيره جدا، ومؤخرا المشاريع الكهربائيه اللي بتحصل دلوقتي في النقل. فبالتالي احنا دلوقتي عايزين نتكلم في حاجه مهمه جدا جدا جدا. النقل الكهربي مهم وكل حاجه، بس التخلص من النقل البترولي اهم. هنخلص منه ازاي؟ لما يقلوا بديل يوازيه في نفس الامكانيات ونفس الـ كل المزايا اللي في النقل البترولي نقولها للنقل الكهربي. يعني نعم مش هيبقى نفس الكفاءه في فتره معينه او في الفترات القليله، يعني مثلا بتتكلم على السيارات اللي هي بتتشحن على سبيل المثال، مثلا يعني بدل المثال ما هناخد سياره بالبنزين هنشحن زي الموبايل، نشحن السياره ونمشي. وده بدا يبقى موجود في العالم، وانتشار واسع ايضا. بالظبط، انتشار واسع سواء بقى في الصين او في امريكا او في اوروبا. بس نلاحظ بقى الفكره ان الصين، امريكا، اوروبا، فين الدول العربيه؟ فين الشرق الاوسط؟ فين افريقيا؟ فين؟ مفيش. ليه بقى؟ عشان خاطر الحاجات دي غاليه، تمام، تصنيعها غالي، محتاج مصانع كبرى، تمام، بلس بقى ان كمانها غالي، وعشان تعملها محتاج بنيه تحتيه. بنيه تحتيه قويه، مش بنيه تحتيه، بنيه تحتيه مش موجوده في اي دوله عربيه دلوقتي، مش موجوده مؤخرا في اخر 10 سنين، مش موجوده في اي دوله بره، عشان خاطر دي بنيه معموله للسيارات الكهرباء مخصوصا. بس انا يعني الكلام اللي انت بتقوله ده انا عارفه، لانه كمان بدا التفكير في السيارات الكهربائيه، وبدات مصر تطور البنيه التحتيه بشكل كبير. بالزبط. انا مره هاخد زملائي يشوفوا الحاجات الجديده اللي بقت موجوده، وده اللي ممكن ينقل هذا النوع من المشروعات، ان يبقى عندك بيئه تحتيه سليمه صحيحه تطلع بيها انت بالمشروع، بنيه تحتيه. والله احنا كمان البنيه التحتيه تحديدا يعني الاردن تخطو ايضا خطوات واسعه بموضوع البنيه التحتيه، بالامور الطاقه النظيفه خلينا نحكي اللي بيتم اعتبارها، وحتى بنشوف بين الكل محطات الوقود او تزويد الوقود هناك محطتين موجوده لشحن السيارات الكهرباء. هلا في هناك العديد من الامور احنا بغنى عنها الحديث، ولكن شيء مهم جدا يجب الاستمرار به، ونحن شفنا بجائحه كورونا، شفنا قديش عطلت، بس جائحه كورونا تعافى ثقب الاوزون، وهذا كمان بما انه بموضوع البيئه كمان هذا شيء مهم للبيئه. هذه البحوث قديش رح تساعدنا نحن في الحفاظ على البيئة؟ ولأنه في بعض الأشخاص بيجي بيحكي لك ما في تفكير بعيد الأمد للأجيال، أنا أولادي، أحفادي، أحفادك وأولادك، هذا كمان البيئة بدها تكون بيئة نظيفة
قادرة أو قادرين نحن على العيش فيها؟ إحنا قادرين نعيش في البيئة في الأرض عموماً لما نتفق على حاجة واحدة بس، نحن نهتم بالبيئة أكتر من أي حاجة تانية. نهتم بالبيئة أكتر من الصناعة. يعني في جائحة كورونا إيه اللي حصل؟ كل المصانع اشتغلت بنص دقيقة وأقل من نص دقيقة، أقل في بعض وأقل في بعض الأحيان وبعض الدول. فبالتالي إيه اللي حصل؟ انبعاثات قلت، فثقب الأوزون تعافى. صح، مظبوط. فليه إحنا بقى لما هو بيتعافى كده وإحنا نقدر نعيش وده أثبت لنا كده، ليه ما نعرفش أهمية النعمة اللي إحنا فيها؟ إحنا عايشين فيها، تمام؟ سواء بقى إحنا في مصر، في الأردن، في العراق، في فلسطين، طبعا. في أي دولة عربية أيا كانت وأيا مكانها، إحنا دلوقتي بنواجه رسالة، إحنا محتاجين نطور النقل الكهربي، فيلا نطور ده، يلا نشتغل عليه. أنا نعم سنه صغير بس أنا شايف أهمية الحاجة دي، عشان كده بتكلم. في ناس أكبر مني وحققت إنجازات أكتر مني وأعلى مني علميا، ده شيء طبيعي، بس يلا بقى تعالوا نحط أفكارنا بتاع الشباب على خبرات الناس الكبيرة. صعب تطبيقها على أرض الواقع، يعني أنت بتشوف هذه الأفكار وهذه البحوثات أو البحوث عفوا اللي بتخص البيئة تحديدا، صعب تطبيقها بالوطن العربي؟ أو ليش لليوم ما في اهتمام بشكل مباشر، مع أنه عم نشوف في هناك توجه عالمي وعربي، ولكن العربي خجول نوعا ما؟ هو التوجه العربي صعب لسبب واحد بس، نحن الاقتصاد بتاعنا غير ثابت. يعني نشوف نبص على اقتصاد بعينه كده، اقتصاد مصر، يعني اقتصاد مصر في اخر 4 سنين واجه ذبذبه، بعد كده ثبات الحمد لله، تمام. فاحنا لو فضلنا في الثبات ده هنلاقي فيه ارتفاع في الاقتصاد. فبالتالي احنا لو قدرنا نعمل ارتفاع في معدل مبيعاتنا، وارداتنا، تعليمنا، في حاجات كتيره قدرنا نعمل فيها ارتفاع بدل الثبات اللي احنا شايفينه في الوقت، نبدا نرتفع. وده شيء انا بقول بالنسبه لمصر، يعني ان ده شيء جيد، تمام. فبالتالي لما نوصل لمرحله ان احنا خلاص بدانا في مرحله تزايديه، نقدر نطبق حاجه زي كده. صحيح. اسلام، هذا الحديث حقيقه مشوق بالنسبه لنا، بما ان هناك حراك شبابي على صعيد كل البلدان العربيه. صحيح. والدليل اليوم بان مصر هي الحاضنه الحقيقيه لهذا الملتقى العالمي لكل بلدان العالم، خاصه لابتكار ابتكارات الشباب على كل الاصعده، وهناك سماع حتى من اصحاب القرار بالنسبه على صعيد العراق والاردن وفلسطين ومصر. فخلينا ناخذ فاصل، وبعدها راح نرجع نتحدث، لان انت ذكرت هناك تعامل بينك وبين شباب على مستوى الوطن العربي بالتواصل، ممكن مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها نكمل الحوار. اذا مشاهدينا فاصل قصير وبعدها متواصلين. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل لاكمال حلقتنا من بيت للكل. اسلام، زملائي تحدثوا بقضيه جدا مهمه، مشاكل، معوقات، ناقوس خطر بالنسبة لكل البلدان العربية، خاصة بالنسبة للتلوث البيئي بسبب الاستخدام الخاطئ للطاقة. اليوم الطاقة البديلة اللي تحدث عنها كشاب، أنت تتحدث عن الطاقة البديلة هي بديل حتى ما تخلص، مثل ما ذكرت كاثي بأن الغلاف الجوي كانت خطورة، أزمة كورونا قللت المصانع وانبعاثاتها وغيرها، شفنا قالوا بأن طبقة بدأت تلتم مرة ثانية والحياة راح تعود طبيعية. أنتوا كشباب اليوم عربي تتواصلون وممكن يكون صوتكم مسموع، ما رفعتوا هاشتاغ بأن إنقاذ البيئة واستخدام الطاقة البديلة نحتاج من يمد لنا يد العون حتى ننفذ هذه المشاريع؟ إحنا كشباب، لو الشباب يسمحوا لي أن أتكلم باسمه، بنقول حاجة واحدة بس، إن الدول العربية مش كلها دول مصنعة بشكل كثيف، فبالتالي إصدارها للانبعاثات المضرة للبيئة قليل شوية، بالتالي إحنا ليه نتحمل أخطاء ناس تانية؟ بالنسبة لهم ده إنتاج، بالنسبة لنا إحنا أخطاء، هما بينتجوا وعندهم استثمارات صناعية، احنا ليه نتحمل نتيجة الاستثمارات دي؟ احنا استفدنا ايه؟ طب خلاص، طب هتضرني بيئيا، تعالى ساعدني. طب مش هتساعدني، طب ما تضرنيش. طب مصر يعني كمثال، مثلا مصر ذنبها ايه؟ شاطئ جميل جدا زي اسكندرية يختفي خلال 100 سنة الجاية، صح؟ ذنبها ايه؟ صح، ما استفدتش حاجة. فبالتالي احنا في لازم يبقى في توجه. بس التدول. احمد، الكلام ده برضو لما سالنا فيه مش مؤكد، الكلام ده من 100 سنه اللي جايه دي، يعني هو افتراضيا قال لك ان في بعض الحاجات، لكن مفيش كلام مؤكد أكيد. بانه اختفاء لشهر لشط اسكندريه عشان بس الناس أكيد. ما تتخضش، بس التقارير مش كلام مؤكد، التقارير يعني بتقول ان احتماليه. طب احنا لازم نحل، احنا لو حلينا مفيش اي حاجه تحصل، نفضل محافظين على وطننا كامل. بس احنا امتى هنحاول؟ امتى؟ يلا. طب مصر دلوقتي بتقول يلا، احنا عاملين مؤتمر شباب عشان خاطر نوصل صوت الشباب، نوصل صوت البيئة، نوصل صوت كل حد محتاج من طول الوطن. هو ملتقى إنساني للشباب لجمع الأفكار اللي بتساهم في تحسين جودة حياة البشرية جمعاء،
وأنا برأيي هذا الملتقى من أهم المحافل اللي ضمت شباب مثلك إسلام. أول إشي أنا سرحانة في إسلام قديش هو بيحكي يعني غيران وخايف على البيئة وخايف على العالم العربي وبده يكون في حماس وإصرار في تغيير الواقع، وهذا اللي وجد له ملتقى شباب قادر على التغيير نحو الأفضل. عشان هيك اليوم إحنا عم نحكي عن هذا الكم من الشباب المؤمن بقضيته مهما كان مجالها وتخصصها وقادر على التغيير وعم بيجتمع مع القادة والرؤساء من أجل إحداث هذا التغيير. هنيئا لمصر وهنيئا لكل شباب العربي فيكم. خلينا نرجع شوي نحكي عنك، وانت يعني الكثير من الابحاث عندك، الكثير من المسابقات اللي شاركت فيها بعمر صغير، ايش اول مسابقه شاركت فيها وكانت عن ايش؟ كانت عن ايش؟ انا اول مسابقه اشتغلت فيها يعني بشكل فعلي كانت مسابقه تبع اداره الموهوبين والتعلم الذاتي. دي مسابقه او الاداره دي عموما بتشتغل على المواهب في وزاره التربيه والتعليم في الطلاب اللي سنهم صغير، بلس كمان انا كمان اشتغلت مع مركز التطوير التكنولوجي برضو، ده كمان حد بيدعم بس البحث العلمي بس. فالاثنين دول في بداياتي في اول 3 سنين دول كانوا ناس داعمين جدا جدا جدا. يعني على سبيل المثال السنه اللي فاتت دي كانت اخر سنه ليا في الثانويه العامه اللي هي وزاره التربيه والتعليم، كان في مسابقه اسمها الابداع طموح. تمام، المسابقه دي يعتبر مسابقه حديثه شويه، تمام، فيها اقسام مختلفه كلها تتجمع حول الابتكار. تمام، كان في اقسام مختلفه، فانا بالتالي الحمد لله قدرت اكسب مركز اول في مجال البحث العلمي. دي مسابقه محليه اشتغلنا عليها وهم اصلا كانوا مساعدين من زمان برضه. عن البيئه، هو عن اسلا اللي بتخدم البيئه. هو الفكره كلها هو اسلا دي ليه اتعملت؟ عشان خاطر البيئه. هدفها ايه؟ تنتشر في الدول الناميه. طب ليه؟ عشان خاطر احنا اللي ذنبنا حاجه، فمين هيساعدنا؟ يلا نشتغل، يلا نعمل مؤسسه، يلا نعمل ستارت اب، يلا نشتغل، هو ده المطلوب، يلا نستمر بالشغل. جميل جدا. طيب انا عايزه اروح معاك بقى للميداليه الذهبيه بتاعه ترونتو ايكان تيسس، وخلينا عرفنا ازاي عرفت عنها وشاركت ازاي وحصلت كمان اخذ المركز الاول. يعني ترونتو ايكان يعني تيسس هي مسابقه يعني تخدم شويه الشباب اللي سنه صغير واللي عنده امكانيات ضعيفه جدا بالنسبه ان هو يقدر يعمل حاجات بيعملها ناس متخصصين في المجال نفسه، بيدعمهم بمؤسسات كبيره. فانا كاسلام مثلا بشتغل فردي، يعني عمر المشاركه محدد، عمر المشاركه محدد في مسابقات عديده لسن كام بالظبط. فبالتالي احنا كان شغلنا كله على مرحله الافكار، يعني احنا في البحث العلمي في افكار، في مشاريع، في شركات، في حاجات مختلفه. احنا كنا بنشتغل على مرحله الافكار. الافكار اللي كانت مقدمه كانت افكار كتيره جدا وافكار من دول مختلفه، يعني كان في 50 دوله مشاركه. الحمد لله ما كانتش بسهوله، يعني الموضوع اللي نكسب كان 6 شهور مراحل مختلفه، من بتقدم الفكره اونلاين وبتقدم الفكره اونلاين، بعد كده تقدم بحثها، بعد كده تقدم ريبورت معين، بعد كده تعمل ريسيرش معين تقدمه، بعد كده في حاجه على زوم لجنه التحكيم وهكذا. ده كله بقى بلس ان انا كمان كان انجلش مع ناس، يعني كان في منهم ناس شغاله في شركات متخصصه، ناس منهم شغاله في جامعات محترمه عريقه. السن كان وقتها كان 2019، كان كنت لا العمر على عمر كان حوالي المشارك. كان حوالي 18 سنه لحد من 15 سنه من لا من اي سن لحد 18 سنه حد 18 سنه بس. فهو الفكره ده المرحله اللي انا شاركت فيها وفزت فيها. فكان هو اصلا مسابقه متعممه شويه، مش متخصصه بمكان معين، فهي عندها كذا مرحله. ايش هي المراحل اللي مرت فيها؟ يعني مثلا كانت مرحله اللي كان مرحله الشباب، كانت مرحله الدكتوراه الناس اللي معاهم دكتوراه يقدروا يشاركوا لوحدهم، مرحله المشاريع، مرحله بقى انه كل شخص بيقدم في تخصص معين. يعني انا مثلا كان ميكاترونكس، في ناس ثانيه كانت مثلا البيئه مثلا دي كانت. طب المراحل كيف لا مثلا اللي حصلت عليها انت الجائزه، كيف مريت بهذه الجائزه وكان يعني كيف بلشت وين عرفت فيها ولا استمريت؟ تمام، احنا كشباب عموما بينا تواصل، مش انا شغال في بحث علمي لوحدي، سواء في حد ناس اكبر مني او اصغر مني. فبالتالي احنا في بينا تواصل. فانا الحمد لله لما وصلت لمرحله ان انا اغلب المسابقات المصريه او المعارض المصريه شاركت فيها، كان اخرها برضو كان مؤتمر عظيم جدا، مؤتمر الدولي للابتكار، او كان مؤتمر القاهره للابتكار، كان عامله وزاره التعليم العالي. تمام، المؤتمر ده كان فيه كل الدول العالم مجمعينهم في مصر هنا زي مؤتمر شباب العالم برضو. الفكره ان احنا ندعم البحث العلمي بس احنا في حته ناقصانا ان احنا عايزين نطبق. احنا ندعم بس يلا هنطبق قريب. تمام، فكان في تجمع، فاحنا ما بيننا تواصل، والتواصل ما بين الدول العربيه سواء في البحث العلمي او مجالات تانية مهم جدا. فبالتالي انا عرفت الفكره دي عن طريق مين؟ عن طريق التواصل.
بعد ما تواصلنا عرفنا ان في حاجه زي كده موجوده، شاركنا كلنا ساعدنا بعض في الشغل، نقدمنا، عملنا البيبر، عملنا الريسيرش، عملنا الفيديو اللي كان بيحكموا عليه في الاول، حاجات كتير عملناها مع بعض. الشغل كان جماعي يعني مجموعات ولا كل فرد لوحده؟ الشغل كان كل واحد كان داخل بفكرته تمام، بس انا عندي اضافه وهو عنده اضافه وده عنده اضافه. بس كل الابحاث كان هدفها تحسين جوده الحياه، يعني تهدف لتحسين جوده الحياه، وهذا موضوع مهم كتير. موضوع مهم كتير وفي اهم من حياتنا بالظبط، نعيش حاجه واحده بس، مره واحده بس، ليه الحياه. وكل الابحاث بكل الفئات حول هذا الموضوع، وكل الابحاث بكل الفئات هي بتخدم فكره واحده بس، احنا عايزين انتاجيه وتطوير تخدم الحياه. الله. سلام، حقيقه اللي تحدثت بيها سنت يعني حلم واراده وتصميم لدى الشباب. كل المنافسات على كل الاصعده، ان كان منافسه رياضيه البلد راح تتجه عواطفه ويا منتخبه او فريقه، على صعيد الشعر او الغناء في البرامج الغنائيه نتابع، الا المنافسه في القضايا البحثيه والعلميه نجرد من عواطفنا ويكون الاتجاه لخدمه البيئه والمجتمعات. بصوره اللي ذكرته انت من هاي المنافسه، أرد ما اعرف توصف لنا شعورك وانت تشارك عرب في منافسه مو انت همك بها تفوز، همك شلون انجح مشروع ينقذ العالم. بالظبط، انا كنت الفكره عموما ان انا اشتغل مش عشان خاطر اي حاجه، مش عشان عايز اسس شركه ولا اي حاجه، انا عايز اشتغل عشان خاطر اطور، عشان افيد، عشان اكون مؤثر. احنا البشر عموما اتخلقوا عشان ياثروا، فاحنا لما نكون مؤثرين مش لازم حد يدعمك او يتعاطف معاك. يعني على سبيل المثال اللعبه الشهيره بتاعتنا، اللعبه الشعبيه الكوره، مش كل تتعاطف معاها، بتاثر اقتصاديا، بس احنا دلوقتي بنتكلم على حاجه بتاثر على الحياه، على حاجه احنا بنعيشها مره واحده زي ما قلت. فبالتالي لازم الشغل عليا يكون بتعاون، احنا عايزين نتعاون، مش عايزين انا عايز اسبق، انا عايز ابقى رقم واحد، انا صح. لا، احنا عايزين نتعاون لسبب واحد بس وهدف واحد بس نتجمع عليه، ان احنا نكون مؤثرين في خدمه الحياه وخدمه البشريه. مش كلام كبير ولا حاجه، بس احنا فعلا محتاجين ان احنا نطور كل اللي حوالينا وكل المحيط بينا عشان خاطر نخدم البيئه، عشان دي حياتنا. يعني وهذا الموضوع كمان مهم بالمستقبل، كل افكارنا اليوم اللي بنصنعها، كل حياتنا اللي عم يعني بنمشي فيها، كل ما نملك اليوم هو مستقبل لاولادنا ولاحفادنا. ف الحاضرنا هو مستقبلهم وسيترتب عليه كل ما يعني سيعيشونه في المستقبل، زي ما كان تاريخنا وكل ما ترتب عليه ما نعيشه اليوم. عشان هيك ايش طموحك اليوم؟ انا طموحي زي ما قلت ان احنا عايزين نعمل مؤسسه او حد مثلا في مصر مثلا، على سبيل المثال، مين يقدر يعمل الفكره بتاعتي او مين يقدر ينفذها ومين يقدر يساعد فيها، مين عنده الامكانيات دي؟ يعني لو هنتكلم مستثمر مثلا عايز يعمل الفكره دي هيكلفه كتير وهامش ربحه هيبقى اقل شويه. اما لو اكبر مؤسسه في مصر تدعم الاقتصاد المصري بشكل اساسي وبشكل كبير وهي وزاره الانتاج الحربي، تبنت الفكره او دعمتها بشكل مبدئي تمام، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان احنا عندنا حاجه مصريه مكتوب عليها ميد ان ايجيبت، حاجه مصريه، ما نضطرش ان احنا نروح نجيب قطع او نجيب عربيات او نجيب اي حاجه بالدولار. ما هو ده بيأثر على الاقتصاد، ما هو ده اللي احنا كنا فيه الاول، احنا عايزين نطور اقتصادنا. بتلاقي بنعمل حاجه زي كده، اللي يحصل؟ طب الدول العربيه ايه اللي هيستفادوا من الكلام ده؟ هو احنا بنتعامل بالمصري، هم هيضطروا يشترون بالايه؟ بالمصري، فعملتنا تعلى، فالدول العربيه ما بتستهلكش برضه نفس الكلام. ويوم المخترع العربي هو اقدر على يعني تقييم ايش بلدانه بحاجه من اختراعات، ابحاث وما الى ذلك. بالظبط، فاحنا بالتالي اشتغلنا على ده عشان خاطر عايزين نطور الحياه. صدقني اي شيء معمول عربي، يعني كان صنع في مصر او صنع في العراق او صنع في فلسطين او صنع في الاردن، نحن كعرب كلنا تحيز. يعني حتى اي منتج موجود، اوف هاي منتج عربي انا بدي اشتري، رح يكون مناسب لنا كلنا، بناسبنا كلنا، حتى ايضا بيخدم اقتصاد دولنا العربيه بشكل او باخر. اليوم انت رسالتك ايش بتوجهها للشباب؟ هناك شباب بيجي بيحكي لك مستحيل يوقف العالم على فكرتي، او مش ممكن هذه الفكره تنجح، او انا مش عارف وين اتوجه حتى انجح في فكرتي، ايش بتوجه لهم رساله؟ انا هقول رساله واحده بس ويا رب يسمعوها مني، مهما يكون قدامك ومهما يحصل وايا كان اللي بيواجهك، انت تعملش على حاجه بس انك تستمر في السعي، تستمر في الشغل، تستمر عشان خاطر انت عايز تستمر بس. ما تقولش لا انا كده خلاص خلصت، انا عن نفسي هو ده 19 سنه لسه ما عملتش اي حاجه خالص، لسه ببتدي والله. عامل كل حاجه انت اسلام. برضو قبل ما نختم عايزة اتعرف كده عليك عائليا كمان، اقرب اكتر ونعرف مين اللي شجعك في العيلة، مين اللي متبني افكارك، مين اللي بيساعدك؟ مبدئيا انا شخص ما ليش اخوات، وحيد. وحيد لفترة معينة من العمر كنت عايش في الاردن. سهلا. ففي علاقة عربية مشتركة يعني كده،
فبحب دوله الاردن جدا يعني من البلد الثانيه عشت فيها حوالي 10 سنين. فدلوقتي انا عيلتي عموما لما بدات في البحث عموما كانوا شايفين حاله واحده بس الموضوع صعب عليك شويه بس كانوا بيدعموني عشان خاطر انا كنت ساعتها صغير شويه. كان في مثلا انا اتحكم من حد بقى تحكيم مثلا دكتور كبير فاهم يعني علم كنت انا برضه ساعتها علميا برضه كنت اقل فبالتالي وحتى وقت حاجاتي برضه اقل. انت دراستك ايه اسلام؟ انا حاليا دلوقتي بدرس حاسبات ومعلومات. حاسبات ومعلومات ان شاء الله ناوي ادمج بين مجال معين كده بين الذكاء الاصطناعي وبين انترنت الاشياء عشان خاطر اعمل حاجه اقدر بيها ان انا اخدم برضه الوطن بنفس المجال البيئه. انا الحقيقه سعيده بيك جدا وسعيده كمان مش بس انت بتقدم عايز تقدم ابحاث واختراعات وتنفذها في المجتمع العربي ولكن انت مؤمن كمان بفكره المجتمع صح. العربي ودي الفكره الحلوه لما الشباب العرب يتواصلوا بيحسوا قد ايه انه احنا نقدر نعمل حاجه طبعاً. كلنا مع بعض طبعا بجد صحيح. احنا يعني تشرفنا بيك جدا. مش عارفه لو احمد انت عندك حاجه عايز تساله عليها قبل حقيقه بتواجدي اليوم يعني انت فخر للشباب العراقي كشاب مصري مبتكر مخترع. شكرا لتواجدك شكرا لكل كلماتك شكرا لحبك مثل ما ذكرت شافكي هذا الانتماء الحقيقي للوطن العربي يعني انت تبحث عن الانسان عن البيئه الملائمه للعيش. شكرا لهذا الشعور بالوطنيه والمواطنه الكبير حقيقه. تحياتنا لك. شرفتنا وفخورين فيك كلنا كعرب. اهلا وسهلا. يعني بختام حلقتنا لليوم قدمنا نموذج مشرف للشباب العربي ومستمر الاهتمام بالشباب العربي وبيت للكل دائما يرى أن الشباب يحققون الكثير والكثير. فعشان هيك استنونا الحلقة الجاي بموضوع الشباب أيضا فانتظرونا بنموذج آخر مشرف من الشباب. بترككم في أمان الله. ديروا بالكم على حالكم. إلى اللقاء.